وللحديث عن قرار البرلمان بزيادة رواتب أعضائه بما يعادل رواتب الوزراء ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور هلال. عليكم السلام، أهلا ومرحبا، حياكم الله. نلاحظ أنه في الوقت الذي يتظاهر فيه الموظفون والخريجون للمطالبة بحقوقهم ويقمعون بالقوة يمارس بحقهم العنف، هناك في المقابل نواب يطالبون بزيادة في رواتبهم. في أي سياق يمكن فهم هذه المطالبات من النواب الذين يمثلون الشعب العراقي في البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. حقيقة الأمر، ما يجري في هذه القرارات وكل ما يحدث في البرلمان، وخاصة الامتيازات التي يحوز عليها أعضاء البرلمان لأنفسهم، ليس لها سوى تعبير واحد، وهو سرقة المال العام باسم القانون. وهذا الأمر حقيقة أصبح مخزيا، لأنه أنا لما أمثل الشعب كما أنا ممثل الشعب، لماذا يعين لي حماية من الشعب؟ كان أنا هذا السؤال أسأله بشكل بسيط جدا. إذا أنا منتخب من قبل الشعب العراقي وأنا أمثله، لماذا خصص 16 فرد لحمايته؟ أنا رأيت وزراء، وكنا في دولة يطلقون عليها الدكتاتوريات، كان الوزير وزراءنا في ذلك الوقت سايق ورجل حماية واحد أو اثنين إلى زاد أربعة، ورأيتهم بأم عيني يقود هو السيارة بنفسه ويتجول في كل مناطق العراق بدون هذه الحمايات التي ولا هذا البذخ من الأموال التي نراه الآن. الأحزاب الإسلامية وما تسمى بالإسلامية والتي أتى بها المحتل الأمريكي الكافر الفاجر ويحميها لحد الآن، هو من أسس لها بوابة هذا الفساد الذي يجعل البون ما بين المواطن حامل الشهادة الحقيقية والأستاذ الجامعي كم يتقاضى راتبا وهو يتحمل مسؤولية إخلاقية وأدبية وعلمية، ويبني بلد، يبني بلد لا يسرق بلد، كم راتبه بالحد الأعلى، وكم راتب البرلمان الذي لا يمتلك الشهادة ولا الخبرة ولا يمتلك الأمانة. هذا الكلام حقيقة يذكرني بسفرة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح القدس وفي ثوبه 17 رقعة أو 12 إلى 17، عدلت فأمنت فنمت، وفي عام الرمادة كان يأكل الخبز اليابس أو التمر كما يأكل شعبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين أنه 3 أشهر لم يوقد في دار محمد نار. أليست هذا الإسلام الذين تدعون فيه الآن وجئتم بعبائته؟ الفساد الذي البون الشاسع ما بين المواطن الخريج وما بين البرلماني الذي لا يملك العلمية ولا من الأمانة ولا من الحقيقة الأمانة. ليس هذا فقط دكتور هلال، يعني يلاحظ كذلك أن هذه الامتيازات تختلف أيضا عن المستوى السياسي فيما يتعلق بالوزارات والحكومة، ويختلف كذلك بأضعاف مضاعفة عن موازنة الرئاسة. وبالتالي نحن نتكلم عن فروقات واضحة، ونتكلم عن اختلاف في هذه الموازنات الكبيرة الضخمة عن وزارات في حكومات أخرى. فكيف يمكن فهم ذلك؟ يعني هل النائب يعني يفهم فقط أن وجوده في البرلمان سيحقق له مجموعة من الامتيازات وأنها فرصة لا تتكرر، وبالتالي هو الذي يملك هذا القرار ويملك التصويت عليه، أم كيف، على أي نحو يفكر هؤلاء النواب؟ أخي الكريم، هذه الامتيازات وهذه الأموال التي أخذوها هي من المال الحرام لأنه ليس باستحقاقهم، هذا جانب. الجانب الثاني، عندما يقرر البرلماني لنفسه وهو الذي يضع الميزانية لنفسه بهذه الطريقة التي لا تليق بالبرلمان، البرلماني المفروض يفترض في كل دول العالم، وكما نعرف هذا النظام السياسي في كل العالم، أنه البرلماني يفرغ من وظيفته عندما يترشح للبرلمان
ويتقاضى راتب البرلمان ومن ثم ينقطع عنه بعد أن ينهي مدة 4 سنوات ثم يعود لوظيفته، لا يؤخذ له راتب تقاعد مثل ما نرى بالوقت الحاضر. إن هذه المسابقة وسباق على سرقة المال العام عيانا، لأنه لا يوجد لديهم رادع. من يردعهم أخي الكريم؟ هل يردعهم الشعب العراقي الذي أصبح 40% أو 50% تحت مستوى خط الفقر، والآن راتب الموظف يعني المعدل العام لا يتجاوز 1,000,000 دينار؟ نعطيه، نتكلم بشكل عام، بينما راتب الرواتب الحمايات والمعرفة إيش يتجاوز 3 مليون، 4 مليون، 5 مليون، ورواتب تصل إلى 60 مليون، الذي لا نسمع بهم ولا يعرفهم الشعب العراقي وليس لهم دور فاعل. هذا الأمر يتعلق بالفساد الإداري العام للدولة. الكادر الذي يحاسب من؟ إذا كان الذي يحاسب فاسدا، والفاسد هو لا رقيب عليه، لأنه إذا غابت الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية أو الرقابة المالية بعد عند موت الضمير الإنسان الذي يحاسب الإنسان على كل ما يمتد يده، يلاحظ أن هذا طبقة الفساد أصبحت علنا، ولكن يريدون أن يعطوها غطاء قانوني. يقول لك والله هذا حقي، أنا خطت بالقانون. طيب من يشرع هذا القانون؟ نعم. ولماذا يساوي وظيفة الوزير الذي يتحمل مسؤولية كبيرة جدا مقارنة بمسؤولية البرلمان الذي ليس له مسؤولية حقيقة إلا أنه يقرر لنفسه ما يريد؟ ماذا قدموا للشعب العراقي خلال 20 سنة؟ ماذا قدموا للمواطن العراقي خلال 20 سنة؟ هل قدموا شيء يخدم المواطن العراقي؟ كل ما قدمه البرلمانيين لمصلحتهم ولأنفسهم، ويتسابقون في الترقية على بعضهم. لكن اللجنة المالية تبرر ذلك بأنه استحقاق طبيعي. الاستحقاق الطبيعي، عندما يتحدث الاستحقاق الطبيعي، ما هو الاستحقاق الغير طبيعي؟ هل الاستحقاق الطبيعي أن يأتي شخص ليس له، لا يمتلك شهادة أو مزور شهادة، ومن ثم يصبح برلماني ويخصص له راتب وزير، وبعد ذلك يقدم مدى الحياة؟ هل هذا استحقاق طبيعي؟ وطبعا من يتحدث عن اللجنة المالية؟ اللجنة المالية من أين؟ اللجنة المالية من نفس دائرة الفساد هذه، يعني هو يتحدث عن نفسه وعن غيره. فبكل تأكيد احنا عندنا المثل العراقي، كل الطبلشي والعرس لدنا، يعني بالمثل العراقي هو يفصل نفسه ما يريد. لكن هل فصل نفس الاستحقاق الطبيعي للموظفين المتقاعدين الذين قضوا 30 أو 40 سنة لخدمة هذا البلد، ويتقاضى 500 ألف أو 400 ألف أو 600 ألف أو 700 ألف؟ أليس ذلك الرجل الذي بنى العراق في الوقت الذي هم كانوا خارج العراق في المناطق التي أتت بهم من مزابل العالم وأتت بهم للعراق؟ هل هؤلاء يقارنون بمن كان يعطي دمه ويعطي جهده للعراق وأصبح الآن متقاعد؟ أين الموضوعية في الدرجة الوظيفية ودرجة الاستحقاق والشهادة العلمية الذي يمتلكها هؤلاء؟ الاستحقاق الطبيعي عندما يكون هناك الفوارق مدروسة وفالقانون يعطي الكل استحقاقه، ولكن عندما ندرس الاستحقاق نخصصه فقط للطبقة البرلمانية أو طبقة الوزراء أو طبقة المسؤولين بالحكومة، ونترك الشعب هذا الذي لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا تعيين ولا أي شيء، عايشين على موارد النفط التي تذهب جلها الى الطبقات السياسيه والى هذه الامور التي لا تعين الشعب العراقي. الشعب العراقي الان يعاني من ازمه اقتصاديه خانقه، وهو يمتلك التسلسل التاسع عالميا على المواد الطبيعيه. طيب اين الخريجين الذي عينتهم الدوله واجرت لهم رواتب؟ أم أنه التعيينات تظهر فقط في وقت الانتخابات، وكل جهة تعد الناس كي يصلوا إلى البرلمان ومن ثم يقررون لأنفسهم وينسون هذا الشعب؟ حقيقة يعني أنا يحضرني قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال سمعا وطاعة، ما معناه؟ خرج أحد الصحابة عليه وقال لا سمعا ولا طاعة يا عمر، وزعت الغنائم وزعتها وانت اطول مني وثوبك اطول من ثوبي. فقال قم يا عبد الله، يعني ثوب حصته وحصت عبد الله بن عمر، لان عمر بن الخطاب كان طويل القامه. اشكرك دكتور. هذا هو العدل الذي ينشدون، هذا هو الاسلام الذي ينشدون، سواء كنا سنه او شيعه او كرد او اي، العداله بين المواطن وما بين بين الحاكم والمحكوم.
يجب أن تكون واضحة ويجب أن تدار. أما السرقات على تطلق بهذا الشكل الذي لا يصدق. نعم دكتور، شكرا لك دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، أشكرك.